تاني الحلقة كان في واحد من الملاعب اللي استضافنا عليها كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة سنة 2009 كان تاني الحلقة. وبدأنا من ذلك الوقت نفكر طيب احنا عندنا أماكن كثيرة وقالت تقوم بمجلس إدارة في أحد الأندية الكبرى وفكرنا ساعتها إن احنا نغير كل الملاعب الموجودة عندنا الملاعب الإي الصناعي لأن لكن خلينا نقف عند 30/9 اللي هو كان أول امبارح كان المفروض نعمل المؤتمر ده امبارح بس كان في الاحتفال بذكرى أكتوبر فعملناه النهاردة وقلنا إن احنا خلصنا في 30/9 وهنقول لحضراتكم إيه الخطة القادمة اللي هنعملها لغاية 31 يناير مش 31/12 لأن الشهر ده في أجازة العيد فربما ما نلحقش في الثلاث أشهر الأخيرة من السنة نخلص العدد اللي احنا عايزينه هو حوالي 400 شكري من هذه الملاعب وفي بعض المراكز بيعدي ال 20 و30 ألف لان هتشوفوا دلوقتي في البرزنتيشن مراكز فيها ملاعب قانونيه فبيقدر يقسمها على ملعبين او ثلاثه بتجيب له عائد كويس جدا فبدا يصرف على المركز كله من الملعب الموجود فهو الحقيقه المنطقه جذب كبيره للشباب تغيير في شكل البنيه الاساسيه وشكل اهتمام الحكومه بالشباب المختلف نفس الوقت عائد بيجي الحقيقه اصبح هناك تطوير كبير قوي للبنيه الاساسيه حضرتكم انا في البرزنتيشن هنعمل فيه برزنتيشن صغير وفي فيلم صغير حوالي موديل 4